احلى عريس واحلى عروسه، سافر عمرو ونبيله سافه كبيره. شوفينا يا اسطى على الكرنك، ناكلوا دورة ونشربوا مني. انت فرحك الليله مش مصدق ايه؟ كان نفسك في مين يجي فرحك؟ اي فين يا بنت السلطان كنا على الغلبان. هو دايما وابدا بيقولوا جمله هي بتقلقنا، احنا بنشتري راجل. ايه موضوع البلكونه بتاعت اختك اللي انت ظبطت فيها ابتهاج؟ حصل لك موقف غريب قوي قوي تفتكريه؟ دخلت فرح لقيت العريس مش موجود. النهارده فرح يا جدعان. الف 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 مليون مبروك. بحبك. هو العيب في القصه في اوضه النوم اللي هو كسبها؟ انت كسبان ثلاجه وغساله وبوتاجاز. النهارده فرحي الخميس التاسعة والنصف مساء على النهار.